هذا ما أنادي به أنا عبر سنوات طويلة، يعني من أيام كنت أظهر على النبأ كنت أدعو إلى عودة المؤتمر، لأن المؤتمر كسلطة تشريعية هو الذي يستطيع أن يقف في موازاة أو في مواجهة، وله شرعية أقوى من شرعية عقيلة صالح وبرلمانه. عقيلة صالح وبرلمانه ألغته المحكمة الدستورية. عقيلة صالح يعتمد على الاتفاق السياسي حتى بافتراض يعني انتهاء ولايته الانتخابية، يعتمد على الاتفاق السياسي. الاتفاق السياسي لم يطبق منه شيء ولم ينفذ منه شيء. الاتفاق السياسي ينص على استبعاد حفتر وحفتر لم يستبعد. الاتفاق السياسي ينص على اعتراف البرلمان ومنح الثقة لحكومة السراج ولم يمنح الثقة. بقي السراج 5 سنوات في الحكم يمارس سلطات غير قانونية ولم يمنح الثقة من سلطة تشريعية لا يعني حقيقية ولا سلطة تشريعية مزيفة. ومع ذلك مضى وصرف الأموال وتصرف في البلاد كما يحلو له. عقيلة صالح أيضا يعني الاتفاق السياسي ينص على إجراء الاستفتاء على الدستور. الاستفتاء على الدستور من ضمن الاتفاق السياسي. هل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الذين يزعمون أنهم يستمدون شرعيتهم من الاتفاق السياسي غير ملتزمين بالاتفاق السياسي في 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 أكبر نقطة جوهرية، وهي المضي إلى الاستفتاء، استفتاء الشعب على ما تعده الهيئة التأسيسية المختصة، هيئة تأسيسية منتخبة أعدت مشروع دستور والإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ينص على إجراء الاستفتاء، وهم يكسرون هذه القواعد الجوهرية التي إن تخلوا عنها، إن تخلوا عن هذه المهمات، تخلوا عن مبرر وجودهم. لم يعد لبرلمان طبرق ولا للمجلس الأعلى للدولة إذا لم يجري الاستفتاء على الإعلان على مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية المنتخبة. ما هو برلمان طبرق يقول أنا منتخب، وهذه الهيئة التأسيسية منتخبة، ليس له لبرلمان طبرق أن يسمع تعقيلة يعقب ويقول إحنا هذا مشروع دستور يعني مش وقته. مالك ومال أنت مش وقته، خلي الشعب يقول مش وقته. هو المجلسان، مجلس الدولة والمجلس البرلمان، يعني يخرقان هذه القاعدة الجوهرية ويفقدان مبرر وجودهما بتباطؤهما وتخاذلهما عن عرض مشروع الدستور على الشعب الليبي. طبعا في حاجة ثانية، لو توفرت زي ما قلت لي أنت الإرادة السياسية، ولو كان مجلس الدولة كما نعرف أعضاء كما نعرفه يعني كمؤتمر وطني عام، ويعني يمارس صلاحياته وفقا للإعلان الدستوري، كان يقول مجلس البرلمان لم يفي بشيء من التزاماته وفقا للاتفاق السياسي، وأي اتفاق بين طرفين أو دولتين أو شخصين أو مجلسين أو أي طرفين من أطراف الاتفاقات إذا أخل أحد الطرفين بالتزاماته من حق الطرف الآخر أن يمسك، وهذا يسميه القانون في المدني الليبي يسميه حق الحبس. حق الحبس، أحبس أنا التزاماتي التي علي في حتى تؤدي أنت التزاماتك. البرلمان لم يعطي شيء، لم يعطي لمجلس لم يعطي للشعب الليبي أي شيء، يعني مما انتخب من أجله. عاد بالبلاد إلى عهد أو أعاد البلاد إلى عهد الاستبداد، وعين يعني الحكم العسكر الذي ثار من أجله الشعب الليبي وضحى من أجله، أعاده الآن في برقة يمارس نظام قمعي دموي، تعذيب بوليسي، خطف، انتهاكات، عبادة للإله، الإله في الأرض، عبادة للطاغوت، يسبحون بحمده ليلا ونهارا. هذا الوضع الذي ثار عليه الليبيون.